بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بها بنور الفهم وتوضع عنا بها ما أشكل حتى يفهم إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لازلنا في باب الإعراب. قد ذكرنا في درسنا السابق تعريف الإعراب، وهو أنه تغيير أواخر الكلم كما قال المصنف، وقسمناه إلى إعراب لفظي وتقديري. وقلنا بأن الإعراب اللفظي هو ما لا يمنع من النطق به مانع، حركات تكون ظاهرة على الكلمة، والتقدير هو ما يمنع من النطق به مانع، يعني أي الحركة تكون مقدرة. وهذه الموانع ثلاث: التعذر في الاسم المقصور كالمصطفى والمجتبى إلى آخره، والثقل في الاسم المنقوص كالقاضي والساعي والداعي إلى آخره، وحركة المناسبة في الاسم المضاف إلى ياء المتكلم. إذن هذه هي الموانع التي تمنع من ظهور حركة الإعراب في آخر الكلمة، ويسمى هذا الإعراب إعرابا تقديريا، أي أن الحركات لا تكون ظاهرة وإنما تكون مقدرة على آخره أو على ما قبل ياء المتكلم. يمنع من ظهورها إما التعذر وإما الثقل وإما اشتغال المحل بحركة المناسبة. واشتغال المحل بحركة المناسبة هذا المانع قد يكون في الأسماء المجرورة بحرف جر زائد أو شبيه بالزائد، قد يكون هذا. مثلا نقول رب رجل، رب رجل كريم التقيت به مثلا، أو رب أخ لم تلده لك أمك مثلا، فرب حرف جر شبيه بالزائد، ورجل مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الشبيه بالزائد. وكقوله تعالى على سبيل المثال: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. فمن حرف جر زائد، بشير فاعل لجاءنا، أي ما جاءنا بشير، فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة ولكنها مقدرة، لأن بشير مجرور، ما جاءنا من بشير، الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. هذا كذلك مانع يندرج تحت مانع الاشتغال المحل بحركة المناسبة. في هذه الساعة ننتقل إلى قول المصنف: وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. تكلم المصنف رحمه الله على أقسام الإعراب، وهي أربعة: الرفع والنصب والجر والجزم. هذه أقسام الإعراب، ليست علامات الإعراب وإنما أقسام الإعراب. أما علامات الإعراب فهي الضمة علامة على الرفع، والفتحة علامة النصب، والكسرة علامة الجر، والسكون علامة الجزم. وهذه العلامات الأربع هي علامات أصلية، وهناك علامات فرعية نائبة عن هذه العلامات الأربع. إذن فينبغي أن نفرق بين أقسام الإعراب وبين علامات الإعراب. أما أقسام الإعراب فهي الأربعة كما ذكر المصنف: رفع ونصب وخفض وجزم. وأما علامات الإعراب فهي الضمة والفتحة والكسرة والسكون، أو ما ناب عن هذه الأربعة كالواو والياء والفتحة النائبة عن الكسرة وحذف حرف العلة إلى آخره، كما سيأتي لنا في باب معرفة علامات الإعراب. أما الرفع وأقسامه أربعة، ما هو الرفع؟ هو ذلك التغيير المخصوص
الذي علامته الضمة وما ناب عنها. تغيير مخصوص علامته الضمة وما ناب عنها من الواو في جمع المذكر السالم، الألف في المثنى، الواو في الأسماء الخمسة، وثبوت النون في الأفعال الخمسة، وهكذا. تغيير مخصوص علامته الضمة وما ناب عنها، أو نقول هو الضمة وما ناب عنها. وهنا إذا فرقنا بين أقسام الإعراب وبين علامات الإعراب، فينبغي أن نقول على سبيل المثال في الإعراب، عندما نقول مثلا محمد، جاء محمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، إذن فالضمة ليست هي الإعراب، وإنما هي علامة على الإعراب. ولكن إذا قلنا فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة هكذا، فقد جعلنا الضمة هي الإعراب. والصحيح أن هناك أقسام الإعراب: مرفوع رفع، وعلامات الإعراب وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. كذلك في النصب، النصب هو تغيير المخصوص علامته الفتحة وما ناب عنها، أو نقول هو الفتحة وما ناب عنها. الجر تغيير المخصوص علامته الكسرة وما ناب عنها، وهكذا، أو نقول هو الكسرة وما ناب عنها. الجزم تغيير المخصوص علامته السكون وما ناب عنه، أو نقول هو السكون وما ناب عنه. هذه هي أقسام الإعراب. قال: وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. وبالأمثلة تتضح هذه المسائل. قال: فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. إذن هناك هذه الأقسام، هناك ما تشترك بين الأسماء والأفعال، وهناك ما تختص بالأفعال، وهناك ما يختص بالأسماء. قال: فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض، يعني الأسماء يدخل عليها الرفع، يدخل عليها النصب، يدخل عليها الجر. فعندنا أسماء مرفوعة، عندنا أسماء منصوبة، وعندنا أسماء مجرورة، ولكن ما عندنا أسماء مجزومة، ليس هناك اسم مجزوم أو مبني على السكون، لا يوجد هذا أبدا أبدا. والأفعال، هناك أفعال مرفوعة، وهناك أفعال منصوبة، وهناك أفعال مجزومة أو مبنية على السكون، ولكن ليس عندنا أفعال مجرورة. إذن فالجر من خصائص الأسماء كما سبق لنا في علامات الاسم، والجزم من خصائص الأفعال كما سبق في علامات الفعل. والرفع والنصب يشتركان بين الأفعال وبين الأسماء، وهكذا. وبالأمثلة يتضح المقال. نقول: جاء محمد، رأيت محمدا، مررت بمحمد، هذا في الأسماء. أما الأفعال نقول: يكرم، لن يكرم، لم يكرم، هكذا. يكرم فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، لن يكرم فعل مضارع منصوب بلا وعلامة نصبه آخره، لم يكرم فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه السكون. أما أن نجد فعل مجرور لا يوجد، كذلك أن نجد اسما مجزوم هذا لا يوجد أبدا. إذن فالجزم يختص بالأفعال، والجر يختص بالأسماء، وهكذا. وأعطي جعل الجر من خصائص الاسم، وجعل الجزم والجر علامته الكسرة، وجعل الجزم من خصائص الفعل وعلامته السكون. لماذا؟ لكي يقع التعادل، لكي يقع التعادل. أين هو هذا التعادل؟ نقول: الجر ثقيل لأنه علامة تظهر على الشفتين، كسر، سمي الكسر كسرا لكسر الشفتين عند النطق به، مررت بمحمد، هكذا كسر الشفتين، وهو ثقيل يحتاج إلى حركة. فأعطي الثقيل للخفيف وهو الاسم،
لماذا هو الاسم خفيف؟ لأن الاسم يدل على مدلول واحد وهو المسمى. فعندما نقول محمد أو زيد أو عمرو أو كتاب، مدلوله ماذا؟ هو المسمى فقط، يدل على مسمى فقط. فأعطي الثقيل الذي هو الجر الذي هو علامته الكسرة، أعطي للخفيف لكي يقع التعادل بينهما. والعكس في الفعل، الفعل لما كان ثقيلا خص بحركة خفيفة وهي السكون، وسمي السكون سكونا لأنه غير حركة، غير حركة، فهو غير ثقيل، خفيف، ليس بحركة وإنما هو سكون. فأعطي السكون الجزم للفعل الذي علامته السكون، أعطي للفعل لأن الفعل ثقيل. ما ثقل الفعل؟ الفعل يدل على مدلولين. ما هما هذان المدلولان؟ الحدث والزمن. فعندما نقول ضرب فإنه يدل على الحدث الذي هو الضرب، ويدل على الزمن الذي هو على وقوع الضرب في الزمن الماضي. وعندما نقول يضرب فإنه يدل على الحدث الذي هو الضرب، ويدل على الزمن الذي هو الحال أو الاستقبال، وهكذا. وعندما نقول ضرب فإنه يدل على الحدث الذي هو الضرب، ويدل على الزمن الذي هو الاستقبال، وهذا هو ثقل الفعل. ولذلك نقول في تعريف الفعل كما سبق: كلمة دلت على معنى في نفسها وقطارنت، هذا لها مدلولان، الحدث والزمن. فأعطي الخفيف للثقيل، وأعطي الثقيل للخفيف لكي يقع التعادل بينهما. وهذا هو السر في أن الأسماء خصت بالجر والأفعال خصت بالجزم. قال المصنف رحمه الله: وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، ليس هناك اسم مجزوم أبدا. وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها، أي ليس هناك فعل مجرور أبدا. وهنا تمام الكلام على باب الإعراب، وبعده ننتقل إلى باب آخر وهو من أهم أبواب هذه المقدمة، فإذا تمكن منه الطالب سهلت عليه جميع الأبواب بعده، ألا وهو باب معرفة علامات الإعراب. والله أعلم بحقيقة الحال، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.